ايه؟ قضية ثانية عندنا فيها ضحية، ضحية هو الطالب اللي يخرج من قطاع البيتوكولوجي، والمجرم هي الوزارة اللي فتحت له هذا القطاع. نرجعوا الضحية بتاعنا اللي اقترا 6 سنين باش ياخذ السيزيام، اقترا 3 سنين باش ياخذ النبيان، بعد 4 سنين أنا تاخذ الحديث. طالب لنا أنا قبل ولي طالب كان تلميذ لا نعم كاين شاش فار فيرميه هاكا هاو ربي يوفقكم هذا شنو نكملوا في السيونس نتقابل انا مش نقرا في تونس راه شاش فار بيو 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 تكنولوجي باش نعمل بيو تكنولوجي سيدي بعينك صح باش نعمل بيو تكنولوجي هذا هو تشوف هذا هو تشوف هذا هو تشوف ضحية يا معلم في مستير على التكنولوجيا مش عارف روحه انه مش يصلح ضحية من ضحايا الوزارات الطالب متاعنا خلى الكلية خلى المعهد البيوتكنولوجيا قرا 3 سنين بعد ما نجح العام الاول ودوبل في العام الثاني ونجح العام الثاني بالسيف وكمل العام الثالث فورماسيون لا راك الله مكروه الطالب ينجح بصعوبة كبيرة ياسر وهنا يعقم في الحديث ونشوف الظروف اللي نجح فيها التلميذ الطالب بتاعنا زحت فيه جديد كتاب جديد شنو هذا؟ هو كتاب هذا مجلد هذا بس كتب فيه لا ميرستام لبوفيز شميشينا لا توم لا سلول
بيتي بي كونترو دي كونترو دي في الاخر ما يبقى حد شيء فورماسيون تري مال ونرجعوا للظروف وكيف نجح الطالب نتاعنا وتلقى النتيجه نتاعو في السنه الثالثه نجح الحمد لله مش معترف بيه مش معترف بيه شاكي شغل وقال لي راك ماكي شاكي قال له القهوة يا جماعة قال له القهوة يا ما بشوي قال له القهوة وبعد ما كأي طالب ياخذ شيتو الطالب نتاعنا اللي خذي الإجازة الأساسية في علوم الأحياء جمع مشترك باش يمشي باش يمشي لوج على خدمة كما نعرفوا خدمة بيوتكنولوجي ما لابو بريفي سبيتار ما نعرفوش احنا شوفوا الطالب نتاعنا المتخرج نتاعنا الصعوبات مش يلقاها في مكتب التشغيل والظروف اللي مش يمر بها والرفض اللي مش يلقاه من مكتب التشغيل يا معلم يهديك راي شهاده راي شهاده يا معلم اغزر معاه عامل وزير مصحح فيها لهنا يهديك ربي كيفاش؟ يا ودي يهديك ربي خدموني حتى نسرح في البهايم خدموني بالله خدموني نسبة الدم للبهايم اشيك سكرت الابواب بيرو شغل ما ادراك ما تقبلنيش نخدم في بلادي بيرو شغل اللي في بلادي ما تقبلنيش باش نخدم وبعد باش نقول لبابا وامي باش نقول يا ناري على روح ما يمشي المتخرج نتاعنا بين الشغل يرفضوا بين الشغل ويتلز لهنا المتخرج نتاعنا انه يتخذ طرق اخرى غير مبرة باش يحدد مطالب والديه انه يلقى خدمة ويفرحهم انه يتلز انه يخدم كونترا انه يعمل كونكور في الديوانة انه يخدم في كريش انه ما نعرفش انا شنو الحلول اللي نجم انه ينجم سنتر دابيل مثلا اريدوا هذايا ببليسيتي بين قوسين ونشوفوا مستقبل الطالب اللي مش يموت بين القاوي بين البواتير بين السطله بين التدخين هذايا ما عادش ينفع هلا كان تركش في القاعة واحد الجماعة هاي وين كان؟ صبا؟ سهلا سهلا وين؟ أكبر أكبر عمل يا حياة أربع سنين ما شوفوكش؟ عليك سنة بربي يا بينك يا ليمون القول يا سلام 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 يا سل
وعرس شريخ شريخ نعرس. انت يا ايمن، انت ايمن انصح فيك يا ايمن، انصح فيك انصح فيك من بيوت كنولوجية. ايمن تذكرك النهار اللي جيت في ستاج طردوك يا ايمن، تفكر يا ايمن، تفكر ايش قرار سايبوني يا قهوة يا ايمن، يا ايمن قضيتنا هادي، قضيتنا هادي، قضيتنا هادي اللي الضحية متاعنا الطالب المتخرج من بيوتكنولوجيا والمجرم الرئيسي اللي هي الوزارات اللي بعثت القطاع هذا، مازالت هاربة، مازالت هاربة على الوجود وهاربة بمطالب الفئة هذه، الفئة اللي تخرجت من البيوتكنولوجيا وما لقيتش وين تخدم من عام 2001، والطلبة هذا يعانيوا في البطالة والتهميش من قبل الوزارات ورفعت الجلسة. حق التشغيل، حق التكوين.